قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال بحق المدنيين، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وانتشار المجاعة والأوبئة في قطاع غزة. المزيد والزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نرصد مشهد المساعدات الإنسانية، حيث نرى الآن من خلفي من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش ما زال اصطفاف الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بامتداد الطرق من مدينة العريش إلى مدينة رفح بانتظار انتهاء الإجراءات التعسفية والتشددية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه المساعدات، حيث لم يستقبل معبر رفح على مدار اليوم أي من المساعدات الإنسانية وأي من الشاحنات، سواء التي تحمل مساعدات إغاثية وغذائية وطبية أو حتى المشتقات البترولية، وذلك يؤكد على اتباع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من السياسات، منها تجويع القطاع بتقليل ورفض وإغلاق المنافذ أمام المساعدات الإنسانية، وبالتالي الموت البطيء وتعرض الكثير من أفراد والمواطنين داخل قطاع غزة إلى الخطر والموت عن طريق نقص المساعدات من الوقود والمياه والغذاء والأدوات الطبية وغير ذلك أيضا من المساعدات الإنسانية، أو من خلال استمرار القصف العنيف والمكثف في أماكن متفرقة من القطاع وتعرض الكثير من أهالي القطاع إلى الاستشهاد والموت جراء هذا القصف. نتحدث عن استمرار لاصطفاف أكثر من 1260 شاحنة بامتداد الطرق من المنطقة اللوجستية بالقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح. هذا هو المشهد الإنساني، وعودة إليكم.